السلام عليكم. كشفت بعض المصادر الموثوقة أن عصابة خطيرة متكونة من 4 أشخاص قامت بحر الأسبوع الماضي على مستوى حي بوقنطاس ببلدية عنابة بالاعتداء على عسكري كان بالزي المدني باستعمال أدوات حادة قبل أن ينجح أفراد الأمن الحضري 15 في الإطاحة بأفرادها وتقديمهم أمام العدالة، حيث أوضح المصدر ذاته أن وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع الماضي عندما توجه الضحية والذي كان في رخصة عسكرية في حدود 10 ليلا إلى حي بوقنطاس من أجل زيارة أحد أصدقائه، وما جعله محل متابعة وترصد من قبل مجموعة أشرار تتكون من 4 أشخاص هو أنه كان على متن دراجة نارية، حيث قرر هؤلاء نصب كمين الله من أجل سرقة دراجته النارية، وهو المخطط الذي نفذوه بدون تردد. حيث كشف المصدر ذاته أن أفراد هذه المجموعة انهالوا على الضحية بمختلف أنواع الأدوات الحادة، وهو ما كاد أن يتسبب في وفاته بالنظر إلى الضربات الخطيرة والتي تعرض لها، والتي استدعت أيضا نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ابن رشد بذات الولاية، أين خضع هذا الأخير لعملية جراحية مستعجلة ساهمت في إنقاذ حياته.